وزارة الزراعة تحرص دائما على فتح قنوات تواصل مع بيوت الخبرة، بيوت الخبرة سواء في داخل المملكة أو خارجها. وطبعا منظمة الأغذية والزراعة الفاو المملكة وزارة ممثلة في وزارة الزراعة لها ارتباط لما يقارب أكثر من 50 سنة، كان فيه التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية. طبعا الآن الورش التي تعقد هي عادة للتعريف بما هو كل جديد في مجال الزراعي المتعددة للأنشطة. مثلا عندنا في إطار برنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية 16 برنامج تعاون فني مختلفة في عدة أنشطة تختلف من النشاط النباتي والحيواني والسمكي، وتختلف من نشاط إلى نشاط آخر.